خطافي فالنسيا الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 25، وشاهدنا اليوم من خطافي وين عانى في الشوط الثاني بنقص العددي، ويلعب أمام خطافي بالنقص العددي، وشاهدنا كيفاش في الشوط الأول وين نقولوا كان مورو اللاعب تاع خطافي اللي سجل هدف في الدقيقة 39 وانتهى الشوط الأول لصالح خطافي في الشوط الأول 39. شاهدنا كيفاش الشوط الثاني وين نقولوا باللي الشوط الثاني وين كان مغاير، وين فالنسيا وين لعب بنقص العددي، يعني بعد خروج لاعبين من شنا مختار دي اللي خرج في الشوط الثاني في الدقيقة 51، جابرييل كذلك في الدقيقة 74، يعني كانت نقولوا باللي كانت مباراة كانت صعبة على فالنسيا، يعني بعد خروج لاعبين شاهدنا كيفاش رغم ذلك وين فالنسيا وين حاول يعني لكن بدون جدوى. شاهدنا كيفاش بيبي المدرب تاع خطافي اللي دخل بربعة أربعة اثنين، شاهدنا كيفاش خفاير اللي دخل بخطة 3-4-3 الشوط الثاني وين لعب كتلة بعد خروج لاعبين وين لعب كتلة واحدة، يعني الكل يهاجم والكل يدافع، يعني شأن كيفاش وين تلقاو هدف في الشوط الأول هدف في الشوط الثاني، شأن دافيد سوريا في الحراسة تاع خطافي ضامين، شأن كيفاش إيراك شأن ماتيس شأن آلان مارك نيماني شأن ماورو الخيمي ماتا أنيس، يعني ونقولوا بلي الشوط الثاني خيمي ماطا الذي سجل في الدقيقة 55. شاهدنا كيفاش فالنسيا ياسبير في الحراسة تيري كوريا، شنا جابرييل مختار اللي خرج بالخوسي لويس كارلوس يعني دانييل، يعني نقولوا بلي يونس نقولوا بلي كانت المباراة كريستيان اللي دخل في الشوط الثاني باتريك كذلك، لكن كيفن لكن بدون جدوى. وشاهدنا كيفاش انتهت المباراة اللي نقولوا باللي كانت في صالح خطافي يعني بنقص العددي. هذه هي المباراة الجولة 25 خطافي فالنسيا الدور الإسباني الدرجة الأولى. وشاهدنا كيفاش كارليس اللي أضاف الهدف في الدقيقة 87 وانتهت المباراة في هذه الجولة 25 خطافي 3 أهداف فالنسيا 0 في الدور الإسباني الدرجة الأولى.